خلي زومبيس اخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي حاجه زوينه في حياتكم. اليوم ان شاء الله اليوم الثالث غادي نحاول نهبط نمشي نلعب مع الدراري شويه في لابيسين باش كومسا ننسى شويه ديال المرض. شوفي كتشوفوا وجهي صفر، فريمون وجهي صفر بزاف. ليتس جو. وهنا كنوريكم هذا هو لوندوا اللي كيلعبوا فيه لي زانفون، كيلعبوا فيه بزاف ديال الحاجات حتى بوغ لي فام مع ربعه العشيه. هذاك هو لوندوا اللي كنا ولا اللي كانوا مره واحده اللي درتو كيديروا فيه لي فام لايروبيك. صراحه عندهم ناس اللي مكلفين بهذا الشيء كيديروا داك الشيء زوين. انا كنت كتعجبني فقط لاكواجيم وزومبا، كنت كنديرها معهم دائما ولا دانس شي حاجه ابار هذا الشيء كتجيني صعيبه سورتو مع لي زونفون. فوالا انا هبطت عندهم نمشي عندهم لابيسين باسكو باباهم الصباح هو اللي هبطهم. انا مشيت معهم للفطور صافي وجيت انا لبستهم وهبطوا مع باباهم باسكو كيعجبهم يبقاو في لابيسين بزاف. انا ما تعجبنيش نبقى في لابيسين، كندخل كنعوم شويه صافي وكنخرج، هما لا تيبغيو يبقاو يتبردوا يتبردوا يتبردوا. صورت لكم بزاف ديال هكا باش تشوفوا لاكواجيم، ولكن من بعد اكتشفت ان كاينين بزاف الناس لابسين لي مايو داكشي لا ما نقدرش نحطها في يوتيوب. دونك فوالا. وهنا بالنسبه لي زونفون اللي عندهم وليداتهم صغار، هذا المكان خاص، كاينين بنيتات هكا ديجا اللي باقيين كيستحملوا الوليدات كيديروا ساعتين في الصباح وساعتين في العشيه. كيف قلت لكم كاينين كيديروا لهم كيديروا الديسان، تيديروا بزاف بزاف ديال لي زاكتيفيتي. او فوالا هنا في العشيه كان ضروري 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 خاصني نخرج. هنا كنصور لكم شويه على ريسبسيون باش تشوفوا كيفاش عامله. كان ضروري خاصني نخرج، علاش؟ لان كاينين بزاف ديال لي زونفون كلهم عندهم دي بوي وراكم عارفين الدراري الصغار حتى شي واحد تيسكت الاخر، ما يقدروش يعطوا لولدي ولا لبنتي البوي توت لا جورني ولا شي حاجه. دونك انا بوغ ايفيتي الصداع ديال عطيني نعطيك، المهم راكم عارفين الدراري الصغار ما نحتاجش نفسر لكم شنو كيكون واقع. دونك بوغ ايفيتي هاد المشاكل وهاد الشيء قلت له انا ما تبقاش تهبز مع صحابك، انا غادي نمشي ناخذ لك بوي على حسب الذوق ديالك صافي. وهنا خرجنا بغيت نشوف كيف قلت لكم هنا كاينين دي ماكازا دي بازار وداك الشيء اللي كاينين حدا لوطيل. خرجتهم باش يمشيو يختاروا هما بيديهم ويعرفوا شنو بغاو. نقدر نجيب لهم شي حاجه يقول لك لا ماشي بحال هذا لا ماشي بحال هذا. المهم كاينين بزاف ديال الاشكال ديال لي بوي، قلت انا يمشيو يختاروا هما بوحديتهم من هي تمشاو، لان ملي كنكونوا جالسين بحال لي زوطير بصراحه راه تيعلموا العكز. ما تيبقاش الواحد كيتمشى بزاف، بما ان حنا لي فام لي مولفين نقدو شغلنا في الدار والخدمه وسير واجي وجري عليا جري عليك ولي كورس، انا كتولفي شويه ديال العكز. لا انا تنبغي نتمشى، كنحماق على نتمشى كومسا كنتحركوا شويه وكنساهموا ان حتى السيركيلاسيون سانغي ديالنا تمشي مزيان. فوالا دونك ديتهم انا مخرجاه باش يختار داكشي اللي بغا. هنا كاينين مع الخرجه كيبداو يبانوا لك هنا لي بوي معلقين، وكاينين يعني بزاف ديال لي ماكازان اي حاجه احتاجيتو. بزاف الحاجات اللي احتاجيت خرجت غير هنا لقيتهم، بزاف الحاجات اللي لقيت راسي ناسيهم وخاصني ضروري ناخذهم. هنا دخلت لواحد هكا كيبيع، كنوريكم هادشي اللي عنده. عنده بزاف الحاجات دي سوفينير بالنسبه لك كانوا لي توريست ولا هادشي اللي عجباتو شي حاجه. والاثمنه غزاله الاثمنه غزاله غزاله بزاف. دونك شفنا هنا عجبوني بزاف ديال الحاجات، قلت شي حاجه كصغيره سورتو هادو اللي في الكري قلت غنبقى نحط فيهم سكسو ولا المهم هادشي اللي ديال تقاليدنا ديال المغربي هكا ديال الصناعه التقليديه تعجبوني. غير انا ما تعجبونيش الالوان، بغيت شي حاجه يكون فيها النوار البلون ولا الكري صافي صافي. هنا عجبوني واحد الزليفات وسي ولكن جاوني غاليين، حنا متعودين هادشي كنشروه من اسفي الثمن ديالو هذاك اسفي البلاد ديال ماما. وخرجنا تمشينا ضربنا واحد الدويره زوينه. مشينا كاينين هنا غير شوف نقول لكم كاين هنا غير دي ماكازان بغينا ناخذوا دي بوي لي زونفون. ولدي كيدابز مع الدراري في لابيسين على قبل لي بوي، دونك خديت ليه داكشي اللي بغا، خديت ليه كروكوديل وخديت واحد لو ساك دو بلاج لي سابل ماشي شي حاجه. فوالا هو هذا خديت. بالنسبه لي بوي انا من بعد غادي نوريهم ليكم. كروكوديل جو بونس 110 درهم والاخرى العاديه غير شي 40 درهم. دابا غادي نحبس نقطعوا الشانطي ونكمل معاكم. عاد رديت البال انني دايره دو لونات، واحد فوق راسي وحده في عينيا. بون معليش ما تدوش عليا، نحن في عطله لا داعي نحن في عطله لا داعي للسرعه. دونك فوالا كنت كنقلب على دي بابوش ولا شي حاجه. بون
عجبوني زلايف، عجبني بزاف الحاجات، ولكن دايرين اثمنه مبالغ فيها. قلت نمشي شي بلاصه واحده اخرى. وي مام داكوغ. مشينا لا فارماسي، شريت بيا في لي زونفون باسكو بقاو كيتشمشو 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 حرقهم ظهرهم، دونك غادي نابليكي ليهم بيافين باش يرجعوا هما هادوك. وشنو خديت؟ عجبوني بزاف لي تروك، ولكن باغي غير في الاثمنه هنايا حدا لي زوتيل نورمال، لي بازار، لي بازار راه كيديروا اثمنه كبيره. تنمشي لبلاصه واحده اخرى نتمشاو نورمالمون، ملي نمشي لاسفي عاد غادي نشري داكشي ديال الخزف اللي تيكون زوين. وفوالا حنا دابا داخلين لوطيل، غادي نمشيو نجلسو شويه في الريسبسيون ونمشيو نتعشاو ونشوفو من بعد شنو غندير. اتونسيون ماما. ودابا دخلت وجلست في الريسبسيون كنتسنى شويه على دامي. ندى وباباها طلعوا هذاك الشيء اللي خدينا لي بوي وداك الشيء طلعوهم الفوق باش ما يبقاش نلعب في لا ريسبسيون. وانا قلت نجلس شويه، واحد الوليدات كيلعبوا الكره. الكره في لا ريسبسيون الله يخليكم. كيلعبوا الكره ولدي مشي يلعب معاهم. ولدي كيندمج بزاف مع الاطفال، كاين عنده واحد المشكل، كيبغي كيتلقى بلي زونفون وتيبغي يمشي يلعب معاهم، يسيطر عليهم ويلعب بالطريقه اللي بغى هو ويدير لي غاغ اللي بغى هو. وبيان سور الوليدات ما كيأكسبتيوش وكيغضب، يا اما كيدابز معاهم يا اما كيجيني كيهرنن. مي كنحاول نخليه يلقى شي طريقه باش يندمج مع الوليدات، كنحاول. هذه هي المشكله ديالي. بالنسبه لبنيته كتقدر تندمج مع الوليدات وكتهضر معاهم وكل شيء. باغ كونتر ولدي كيدابز مع الدراري، كيدابز معاهم بزاف حتى شوف ملي سيبورتي ما عرفتش فين مشى، كان كيلعب قدام عيني ما عرفتش فين مشى. صافي ما نبقاش هنا خليه، ما عندوش فين يتوضر هنايا. بغيت نخرج شويه لاتيغاس ما بغاش ولكن خصني ندخل مع لي زونفون ريستورون باش يتعشاو، وانا ما بغيتش نتعشى. كان ما مولفاش كناكل بالليل، واخا كنخبط غير دي سالاد ولا شي حاجه خفيفه كتحرقني المعده. ولدي مابقاش كيبان ليا، مشى نقلب عليه نجي نكمل معاه. جيت لقيتو جالس بوحديتو تخاصم مع صحابو صيفطهم وجلس بوحديتو. المهم جيت نجلس انا وياه. صافي ماما حطيتي داكشي في لاشون؟ انا نوعا بنتي فرحانه كتحمق على هادشي تشري. صافي 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 ريكاردي كومون ايلي. كتحمق عليه، كتحمق على هادشي تشري. كيفاش فين الفيديو ماما؟ وي ماما واش فين الفيديو؟ علاش درتي مع لي زونفون؟ باسكو كوا؟ انترديت جوي الى غيزون داكور. دونك ما دبش معاهم غير السيج عندهم، قال لي ما تبقوش تلعبوا كره هنا في الريسبسيون. الحمد لله. ومشيت عاود للبحر، فزكت رجلي مزيان في البحر. هنا كانوا الناس بزاف، صافي لا بيسين بدات كتخوى. تقريبا مع السبعه صافي تيحبسوا تيحبسوا. وفوالا هانتوما كتشوفوا دو بيسين. انا جيت هنا وريتكم لوطخ بيسين بجوجهم فحال فحال، فيهم 1.30 متر بجوجهم فحال فحال. بالنسبه هكا الناس اللي عندهم وليداتهم تيبغوا يعوموا معاهم راه مزيان. وهنا انا كاين لوندغوا اللي كناخذوا فيه لي بواسون داكشي على طول اليوم. صافي هنا مساكن نرتاح والنهار كامل هما تيضربوا في تماره. صافي هنا ملي كتكون الدنيا خاويه صراحه كتكون زوينه وتيكون واحد لو كالم. وهذاك فوالا حنا ما تنكونوش من هاد القنت، كنكونوا من القنت الاخر. علاش؟ حيت ولفنا. فوالا هنا هذه البلاصه اللي كطلع البحر. قلت لكم خرجت من البحر، خرجت مشيت للبحر فزكت رجليا شويه وجيت هنايا. هاد الجليسات هكا تيكونوا زويونين، غير هما في الصباح كتكون ضاربه فيهم الشمس. انا خرجت مع لي زونفون، ماشي خرجت، دخلت معهم للريستوران خدا هما العشاء. كياخذوا غير الفخيط والبيتزا. فوالا هنا كتسالى لا جورني ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وراقتكم، كنتمنى نتلاقى معكم فيديو حسن هادي. خليتكم على خير، تشاو تشاو.